السلام عليكم، اشتقت لكم كتير من الفيديو الماضي. اليوم احبائي رح نعمل المورينج بطريقة سهلة بسيطة، ما رح تاخد معنا وقت بالمرة. بالبداية عندي هون بيض، رح افصل البياض عن الصفر. احبائي اذا كنتم من المتابعين الجدد واول مرة بتدخلوا لعندي على القناة والمحتوى حبيتوه وحابين يوصلكم مني كل جديد، انزلوا هلا لتحت لاسفل الفيديو اكبسوا سبسكرايب او اشتراك، فعل الجرس وبسعة كلمة الكل. بهذه الطريقة بتكونوا انضميتوا لعائلتنا الكبيرة وصرتوا فرد مننا، واكيد كل الفيديوهات رح توصلكم. مثل ما شايفين طريقة كتير سهلة لفصل الصفار عن البياض بهيدا الشكل. أكيد في كذا طريقة، بس بلاقي هيدي الطريقة الأسهل والأسرع وقت اشتغل بالبيض. هون أنا عملت 5 بيضات، رح نحط شوي صغيرة من الملح على البياض، ورح نزل أيضا نص ملعقة صغيرة من الفانيليا، وأيضا على الصفار رح نزل الفانيليا وكمان رشة خفيفة كتير من الملح. هوني بلشت بخف البياض بالشوكة، يعني أكيد ما رح خلص من خف البيض أو خفق بياض البيض لبكرة. كرمال هيك مفروض اني استخدم المضرب الكهربائي، فبيخفق بطريقة سريعة ومن دون غلبة. حبيت بلش نزل بالسكر ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة شوي شوي. لحتى عندي بياض البيض يشتاد أنا مستمرة بالخفق. كمان رح نزل بعد هوني. مثل ما شايفين جمد عند البيض، رح نزل كمان بعد ملعقة سكر، يعني هوني ملعقتين بس حسبت ملعقة طعام كبيرة. نرجع كمان نخفق من جديد، هيدي اخر خفقة لانه الجمد عندي مثل ما شايفين بياض البيض كتير منيح، يعني مفروض يجمد لدرجة انه وقت ارفع الخفاق عنه البياض ما يوقع من الخفيئة ذاتها. الخفق احبائي كتير كتير ضروري بهيدي المرحلة. شفتوا وصلنا لهيدي النتيجة، البيض منيح كتير. هون عندي الصفار انا عم بخفقه ورح نزل السكر. هون على جنب حطيت زبدة مثل ما شايفين بمقلة. أنا هون استخدمت زبدة نوعيتها كتير منيحة وطعمتها كتير طيبة. بعد ما دابت معي الزبدة رح نزل صفار البيض. بسم الله هيدا الشكل. صفار البيض انا استخدمته لانه انا بدي اعمل طبقة خارجية للمورينج. هون ما اخد معي وقت كتير، هلأ شو رح اعمل؟
رح اقلبها قبل ما تستوي الميلة الفوقانية، يعني الميلة الفوقانية بدي اياها تضل نية لانه اصلا رح تنقلب ورح تصير من تحت. شوي شوي هيدا الشكل، شفتوا بعدها نية من فوق، بنقلبها يعني صارت الميلة النية من تحت والميلة المستوية من فوق. هلأ مباشرة رح ننزل عليهم بياض البيض اللي أنا خفقته كتير منيح، يعني صار عندي مثل الغيمة نفس الشي خفيف. وعلى فكرة هو هيك ريحة الفانيليا بتعقد طالعة منه. رح نمد البياض بهيدا الشكل مورينج بطريقة كتير سهلة، بطريقة حلوة وطعمته بتشهي أحبائي. منبلش نمدها بهيدا الشكل. بالنسبة للنار أنا مشعل النار على أدنى درجة شمعة، ما بدنا نقوي النار أبدا. هلأ طبعا بدي غطيها، بس قبل بدي أتخلص شيل هيدي الزايدة هيدا الشكل. وهلأ بدي غطيها لحتى يتضاعف حجم البيض عندي. وقت يتضاعف حجم البيض بيكون عندي استوى. رح نغطيها بصحن أو بغطا خاص بالمقلى إذا كان موجود عندكم. حأتركها والنار تكون كتير خفيفة. هون أحبائي ما شاء الله مثل ما شايفين اتضاعف عندي حجم البيض واستوى عندي وريحته بتشق القلب، يعني طالع غير شكل. هلأ أحبائي استوى وصار جاهز للتقديم. رح نستخدم سكين لحتى نشيل المعلقين معنا على الجوانب بهيدا الشكل. إن شاء الله يا رب أحبائي هيدا الفيديو يعجبكم وتحبوه وتطبقوه عندكم بالبيت، وتخبروني تحت بالتعليقات عن هيدي الطريقة، وأنا متأكدة كتير من الناس رح تحبها ورح تجربها لأنه كلياتنا بنحب ناكل المورينج، بس ولا مرة جربنا نعمله بالبيت بهيدي الطريقة. طريقة جديدة إن شاء الله تحبوها، يعني كأنه حاملين غيمة، حاملة غيمة بين دي خفيفة ومليانة فيتامينات. خلينا نقصها بهيدا الشكل. هرجع عيدها القص كرمال تنقصي محليكم. ما شاء الله شكلها بياخد العقل. شو رح اعمل هلا احبائي؟ رح احط هيدي الطبقة فوق الطبقة الاولى، حيصير عندي مثل الكيك، شبه الكيك هيك. اسم الله شو حلو شكله. ما تقولوا لي ما حبيته، انا متأكدة انكم حبيته. بتمنى تعملوا شير للفيديو على صفحاتكم ليستفيد الكل أحبائي من طريقة كتير سهلة للبيض، طريقة كتير حلوة حتى الطعم يغير شكل. ليكو لونه شو حلو، ليكو شفتوا هيدي الطبقة الفوقانية بتخبط تخبيط. وهلأ بدي أقدمها، لذيذة جدا أحبائي، كتير 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 طيبة. ناكل جميل، شفتوا؟ هلأ بدي قصها وبدي اتذوقها لأنه الوضع لا يتحمل ريحتها بتشق القلب، وأنا متأكدة إنه طعمتها كتير كتير طيبة. بنصحكم تجربوها أحبائي. أنا هلأ بدي ودعكم، بحبكم كتير، رح اشتاقلكم للفيديو القادم. بوسات كتير كتير كبيرة للكل. ما تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة. بوسات كتير للكل. باي باي.